أطيب ورق تحية لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سيداتي سادتي، فقرات منوعة فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات، وإن شاء الله تكونوا كتستافدوا معنا اليوم. من خلال أولى فقراتنا، فكل تساؤلات اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها اليوم مع مصممة الأزياء دلال الريح. أهلا وسهلا بك دلال، مرحبا بك معنا. أهلا عفاف، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام. أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله دلال مجموعة ديال التساؤلات اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها معك اليوم، ونتعطي طبعا الاقتراحات ديال كل الأوفياء اللي كانوا عطاونا مجموعة ديال التساؤلات وكيتسناو الإجابات عليها. فقرة بريكولاج فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات من عند أم رهف وريان، من عند سهام، وكذلك من عند فاطمة بالحج، فإن شاء الله كلهم درجوا أفكارهم واقتراحاتهم في الحلقة ديال اليوم. ما تنسوش على أنه باب التواصل معنا غادي يكون مفتوح في الجزء الثاني خلال الحلقة، وأرقامنا هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش بإمكانكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 في أول SMS اللي غادي تبعتوا به، كتبوا فقط كلمة ماد، خليوا فراغ صغير، وبعثوا بسؤالكم أو بالفكرة والاقتراح اللي عندكم حتى أنتم تقاسموه وتشاركوه معنا وفيدونا به في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. قبل ما غادي نمشوا لأولى فقرتنا غادي نبقى مع أولى اختياراتنا الغنائية نسمعوا لها وراجعين فما تمشوا فيه بحضور مصممة الأزياء دلال الريح. دلال غادي نمشوا باش نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات، وغادي نبداو بأول سؤال ديال زهرة من مدينة الدار البيضاء. زهرة كانت وصلت معنا قالت في العمر ديالها 28 عام، هي عروسة إن شاء الله، كتوجد العرس ديالها غادي يكون في الصيف، وبغات الاقتراحات منك دلال ديال زوج ديال الجلالب زائد لبسة. وكتقول زهرة ما بغاتش الأبيض والباج نهائيا، هاد الألوان ما بغاتهمش يكونوا في اللباس ديالها. فحال حال بزاف ديال العريسات دابا دلال ما شاء الله يعني ولاو فاهمين هاد المسألة، كتقول لك أنا كندير لبسة في الأبيض ولا في الباج وكتبقى عندي في البلاكار مرة واحدة بالفعل، وكتبقى خصوصا أنه اللبسة ديال العروسة كتكون ثقيلة شوية، كتقام غالية حتى ماديا. نعم صح، كيكون الثوب ديالها غالي وكتخدم بالشهوة وهذا، وكتبقى مزال في البلاكار حرام، ولكن هذا ما كيمنعش أنك يمكن حتى نديروا فيها تحسينات وتلبس. مثلا الا بدلنا خلينا الفوقاني بيض وبدلنا الثوب التحتاني درناه في شي لون اخر وخرجناه في المضمه، فكتبدل الملامح ديالها وما كتبقاش تبان اللبسه ديال العروسه. فهذا لان كاين عرايس اللي كتقول لك اللبسه دخلها بلوتو باللبسه البيضاء كتبقى همه وكتكون شريفه وهذا، ما تحرمش راسها ما تحيدش الشهوه، ولكن كيمكن لها تدخل مع شي لون اخر او لا ديرها في الاول بيضاء ومن بعد تدخل عليها تحسينات وتلبسها كلبسه عاديه وما كتبانش نهائيا. واخا شنو غنديروا مع زهره؟ تجربه شخصيه. واخا مع زهره شنو غنديروا؟ ما بغاتش هي الابيض ولا الباج، فاش الاقتراحات اول حاجه نعطيوها الالوان نعطيوها الاثواب ومن بعد الخياطه. لان بالنسبه للجلابه هي حقيقه انا كنتفق معها، لان ملي كتكون جلابه بيضاء او لباج فهي كتسمى عروسه ربما تلبس هذاك الايام فقط ومن بعد راه غادي تبقى منزله في بلاكار. فكاين الوان اللي دارجين هذه السنه هما الالوان الفاتحه كما كنقولوا حنا لي كولور باستيل، كاين البلو سيال، كاين تشوركوا، كاين الغوز، كاين الخضر بلي دوغري ديالو بالالوان ديالو كامله، وكاين واحد الوين انا شخصيا كيعجبني بزاف لو فيو روز، عرفت كيكون بحال غادي الكريم شويه، غادي الكريم بحال لون ديال الكريم، هو الغوز وكيميل شي شويه للكريم فحتى هو ادمي. هذا بالنسبه للجلبات. وبالنسبه للبسه فكاين كاين اللون الاخضر كيجي العروسه وكيصلح لها من بعد هو دارج بزاف هاد السنه، هو لا اذا غنشوفوا لا طوندونس الخضر الخضر بالالوان ديالو بلي دوغري ديالو. عندها الموف ايضا الا كانت كيعجبها اللون، وكان الا كانت هو كيجي مع الجامع الا كانت بيضاء فربما غادي اللون ديال البشره ديالها بيضاء ربما غادي يواتيها اكثر للبرون لون تقريبا قريب للبرقوق. برقوق نعم بحال لون ديال البرقوق. ايوا هذا البرون حتى هو غنشوفوا هذا العام دارج على الموضه دالك حتى هو كاين هذا العام دارج. وهاد الالوان ميزه ديال هاد الالوان مثلا الخضر والموف والبرون ولا هادو الوان اللي كيصلحوا مثلا في فصل الشتاء وكيصلحوا في فصل الصيف، لان كاين الالوان اللي هما بارده بزاف كاين السيده اللي كتقول لك وهادي غادي نلبسها غير في الصيف راه بارده بزاف على فصل الشتاء، فهادو الوان اللي كيتواتوا في الفصول كامله. واخا الخياطه اللي نقدروا نعطيو في الاقتراحات للزهره دلال بالنسبه للبسه، بالنسبه للبسه لان هنا حتى الثوب غادي يحدد لنا واش الثوب غادي يكون اوني واش غادي يكون نظن ان هي مازال ما شراتش اللبسه. فاللي بغيت نقول لها ان كاين الكريب جورجيت ولي موسلين مازالين دارجين على الموضه بزاف وتخدمهم بالبيرلاج وبالطرز او الزواق المعلم، فهنا كتبقى مساله اختياريه كيجيو انيقين جدا والبيرلاج دارج بزاف على الموضه.
نعم. بالنسبه للجليبه شنو الاقتراحات اللي تعطيها في الخياطه؟ فهنا ممكن دير نص تزيري والعقيدات، بغات تدخل زواق ديال المعلم، بغات تكون تمشي في السامبل بزاف دير البرشمان. ايضا هنا كتبقى لها، واللي انا كنوصي عليه انا ملي كيكون جلابه خصوصا اللي كانت جلابه اوني فتحاول تلعب في لي زاكسيسوار لان كيعطيو واحد الجماليه وكيزيدوا يزينوا اللبسه. بالفعل. نمشيو هاد المره سؤال اخر دلال اللي هو ديال ام ايمن، كانت كذلك تواصلت معنا وسولات على توب ديال حرير الدوده فيه لوينات موف مع الخضر ودوك الزطيمات ديال الصقلي اللي هو ذهبي ولا صقلي صفر. بغات الراي ديالك، واش داك التوب ديال حرير الدوده يكون هو الفوقاني؟ العمر ديالها يلاه 34 عام يعني مازال صغيره. فالتوب ديال حرير الدوده واش يكون هو الفوقاني ولا يكون هو التوب التحتاني؟ ممكن ديروا الحرير ديال الدوده ديروا الفوق وتشتغل تخدم القفطان ديالها الا كان مثلا عنده، حيت شي مرات كيكون هذا الحرير الدوده مجيبوا لنا شي حد عزيز او لا شارينو بالشهوه ولا دي فوق يكون غالي الثمن ديالهم داك الحرير الدوده الحر ومبغاتش ديروا لتحت، فممكن نقترح لها انها ديروا من الفوق ولكن بشرط انها تخدم داك القفطان التحتاني. وبما ان قالت عندها فيه الخضر والموف والسقلي، دونك تختار واحد من هاد اللونين ديروا لتحت وتخدم داك القفطان التحتاني، تخدمو بدك اللوينات اللي عندها الفوق ودخل فيها رشيشات ديال السقلي. أيه. حاجه اللي بغيت نقول بالنسبه للسيدات ماشي بالنسبه للام ايمن، فهاد السنه هذا ما بقاش غير السفايف ديال السقلي فحتى السفايف ديال الحرير دارجين، ديال الحرير دارجين على الموضه، دونك ماشي شرط تدخل السقلي. انا ذكرت السقلي لان هي عندها رشيشات يعني من الاحسن انها تدخل فيه السقلي. اما الحرير فهو موضه هاد السنه وما بقاوش السفايف ديال السقلي عراض، فرجع السفايف رجعوا رقيقه رجعوا ترقى. نعم. اذا هادشي هو اللي رجع الموضه. نمشيو هاد المره سؤال اخر ديال ام ريان دلال، سولتك على شنو هما يعني الصيحات ديال الموضه اللي غادي نشوفوا ان شاء الله من الفصل ديال الربيع حتى للصيف بالنسبه للجلابه. يعني دابا السيده اللي بغات توجد شي جلابه ان شاء الله تلبسها في الفصل ديال الربيع وتبقى عندها حتى في الصيف، شنو التوب اللي تاخذ وشنو اللوينات اللي نقترحوا عليها اللي غيكونوا دارجين على الموضه يعني وتبان الجلابه ديالها انها جديده؟ فالالوان كيف ما فايت ذكرنا في السؤال الاول هي الوان ربيعي، الالوان مفتوحه كما قلنا باستيل. وبالنسبه للاثواب فكاينين لي زوني، كاين الكريب، كاين لولا، هنا كتبقى مساله اختياريه. بغات تاخذ اللي هي فيها الدخل مثلا تكون جلابه ما تكونش اوني، فكاين اللي كيكون فيها لاسبرو او لا فيها خطيطات او لا كاين داك الثوب اثواب قطنيه الكوطون اللي كيكون امبريمي حتى هو انيق جدا. غير ملي يكون الثوب ديالنا امبريمي ما نحاولوش نخدموه بعده الوان. نعم. يعني لون او زوج يعني اكثر تقدير ما نخرجش الالوان، واذا كان اوني فهنا كيمكننا ندخلوا الالوان ممكن نخدموه يعني اللون في اللون، كتبقى مساله اختياريه. واخا غادي نرجع لك دائما مصممه الازياء دلال الريح وفي حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي نجاوبوا ان شاء الله على كل تساؤلاتكم اللي هي مرتبطه ومتعلقه بالموضه. ما تنساوش كذلك فقره بريكولاج فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات ومن الحيل، ما تخليوهاش تفوتكم لانكم غادي تستافدوا منها اكيد. فاصل اعلاني ورجع لكم فابقوا معنا. ورجعنا دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي دلال. هذه المره غادي نمشيو لسؤال اخر ديال المستمعه اللي هي سعاد. سعاد قالت عندها نقص حاد بزاف في الوزن فولات نحيفه يعني ظروف ربما صحيه ولا شي مرض اللي كانت مرات منه، فدابا الوزن ديالها تقريبا يلا يعني ما بين 49 قالت لينا حتى 51 كيلو على الاكثر، ورغم انه القامه ديال الطول ديالها هي 1.68 متر، فدابا قالت ولات قدر الامكان كتبعد على البلدي، ما بقاتش كتبغي تلبس البلدي لانه ملي كتلبسو كلشي كيقول لها عافيتي بان فك الضعف البلدي كيبغي شويه ديك الفكره مازال عندنا وكيبغي شويه المراه العامره واللي يكون عندها الوزن زايد. فدابا بغات شي نصيحه منك، قالت الا كانت شي مناسبه بغيت نلبس شي لبسه تقليديه شنو من اللوينات اللي نختار وشنو الانواع ديال الاثواب اللي على الاقل كيعطوا داك التمويه يعني ما كتبانش ديك البنيه ضعيفه او لا ديك النحافه. هاد الفكره ديال البلديه ما كيواتيش، ربما تجاوزناها لان اليوم الحمد لله كاينين قصات وكاين افكار كثيره وحتى انواع ديال الاثواب اللي هي متوفره في الاسواق وكتدرق. هادي الا بغينا نقولوا عليه ماشي هو ماشي عيب، فهادي كل واحد كل انسان والطبيعه ديالو، ان هادي كندخلوا في الفيزيولوجيا ديال الانسان. فتاخذ تحاول تاخذ الاثواب اللي هما واقفه بحال لي بروكار
فما نهائيا ما غاديش يبان هذا المشكل اللي هي اعتبراته مثلا مشكل. فبالعكس عارضات الازياء كلهم اللي انا ما كيبانليش مشكل، انا كنشوف عارضات الازياء فكنشوفهم كلهم نحاف والبلدي كيواتيهم بالعكس. دونك قلت لك تاخذ البروكار او لي ساتان دوشيس. حاجه وحده انها خاصها تعرف القصات اللي تجي معاها. مثلا اذا كانت ثوب مثلا مخطط فدير داك الخطوط بالعرض فهما كيزيدوا في في الحجم. الثواب اللي هما موردين في مراد كبار حتى هما كيزيدوا كيبينوا الحجم. ما تديرش تبعد من الالوان المغلوقه، دير الالوان المفتوحه. وإلا كان مثلا بحال لي ساتان دوشيس وهذا فانا تدير لي فازي، لان لي فازي نهائيا ما كيبينش لا طاي. وزائد ان المحزام ملي كتكون لبسه كتشوف المقصو يعني كوبي كما كنقولوا حنا بواحد الطريقه مزيانه وكتشوف الحزام كيكون نحيف، فهذيك من علامات الجمال. فبالعكس هذا ما تاخذوش مشكل. وبالنسبه على ديك الحزام الشكل ديال الحزام اللي غادي يواتيها دلال، تختار الحزام اللي كيكون عريض او لا؟ ماشي عريض لا، لان ما بقاش العرض بزاف. ما بغاتش تاخذ مثلا ما ديش حزام ديال 5 سنتيمتر، دير ديال 7 و 8 سنتيمتر، فهو شيء ان ما غادي يكون عريض. وبالعكس شحال ما كيكون الحزام ناقص في البلدي فكيكون جميل جدا. غير تاخذ الاثواب اللي واقفه، ما تاخذش الاثواب اللي هم بحال الحرير، الاثواب الحريريه تبعد منها. اي واخا. نمشوا هذه المره لسؤال اخر ديال ام رانيا، قالت عندها ثوب ديال مبره رقيقه، اللون ديالها دلال واحد الزرق اللي هو كيميل للكري، داك البلوكري. نعم. فبغات دابا تعرف اللون ديال الخياطه باش غتخيطها، واشنو الفولار والساكو الصباط اللي غادي يتماشى معاها. اذا هي بغات هذا الثوب جلابه. يعني بالنسبه للون ديال الخيطه فهي تخدمها بلونها، تدخل فيها رشيشات الا بغات مدام ان بلو غري كيكون تموجه، تقدر تدخل رشيشات ديال الغري سواء في السفيفه او لا في العقيده، تكون ديك النقطه فيها في الغري. وبالنسبه للفولار لان الجلابه اوني، فتاخذ الفولار يكون امبريمي مورد. وباش يكونوا اكثر ذكاء فتحاول ان تاخذ مثلا الفولار يكون داخل فيه واحد اللون اللي ممكن ديروا في مثلا يدخل فيه اللون الاسود ودير الصباط والصك في اللون الاسود. واخا تبارك الله عليك دلال. حنا غادي نرجعوا عندك دائما في حلقه اليوم من برنامج سيداتي سادتي، وهذه المره غادي نمشيو مباشره لفقره بريكولاج فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. وغادي نبداو اليوم باول اقتراح من عند فاطمه بن الحاج، كتقول الاقتراح ديالي بالنسبه لواحد الخليط غادي نصايبوه في الدار، كيوفر علينا استعمال بزاف ديال المنتوجات ديال التنظيف بالنسبه للحمام. هذا الخليط غادي نصايبوه على يدينا في الدار، هو اقتصادي وسهل. غادي نحتاجوا فقط القرعه اللي كتكون على شكل رشاش ولا بخاخ، كنعمروا النص ديالها بالماء، من بعد كنضيفوا عليها المقدار ديال زوج معالق كبار من داك المعطر ديال الارضيه ولا المعطر اللي كننظفوا به الحمام عاده، يقدر يكون ديال الورد ولا ديال الخزامه ولا ديال الياسمين. دابا ولينا كنشوفوا حتى بالرائحه ديال العود، يعني كل واحد شنو كيفضل. غادي ناخذوا زوج ديال المعالق كبار، غادي ناخذوا ربع كاس صغير ديال الخل الابيض. الا ما بغيناش نستعملوا الخل الابيض كتقول فاطمه بن الحاج كاين الامكانيه انه نعوضوه بماء جافيل تقريبا واحد الملعقه كبيره. غادي نستعملوا كذلك ملعقه كبيره من المسحوق ديال الصبيين، وغنضيفوا معاه ملعقه كبيره من المعطر ديال الحوايج ديال الملابس. اذا اعيد مره اخرى، غادي نحتاجوا القرعه اللي كتكون على شكل رشاش او لبخاخ، شحال ما كان الحجم ديالها النص ديالها كنعمروه بالماء، من بعد كنضيفوا المقدار ديال واحد زوج معالق كبار من المعطر بالرائحه اللي كنفضلوها، كنضيفوا كذلك ربع كاس صغير ديال الخل الابيض. كنقدروا نعوضوه بملعقه كبيره من الماء جافيل، الا استعملنا الخل الابيض كيكون كافي ما كاينلاش غادي نستعملوا ماء جافيل. غادي نعملوا كذلك واحد الملعقه كبيره من المسحوق ديال الطرقاد اولا ديال الصبيين، وغادي نضيفوا كذلك واحد الملعقه كبيره من المعطر ديال الحوايج. فكتقول فاطمه بن الحاج بالنسبه للمسحوق ديال الصبيين الا ما كانش متوفر عندنا كنعوضوه بداك السائل باش كنغسلوا الماعن كذلك بنفس الكميه. فهاد المكونات كلها كنخلطوها في ديك القرعه اللي حنا كنا عمرنا النص ديال الكميه ديالها بالماء، كنخليوه لمده فقط ديال واحد ساعه وكيكون جاهز للاستعمال. فكتقول هاد الخليط هو كيعوضنا على استعمال دوك المنظفات كامله، وكتكون السيده مثلا من الكوزينه هازه دوك القرعي كاملين ديال جافيل وديال المسحوق ديال الصبيين وديال التنظيف، وكتمشي للحمام باش غتنظف. فهو خليط واحد كديرو في واحد القرعه وكتبقى كتنظف به الدوش او الحمام، منه كيعطي الفعاليه في النظافه ومنه كيخلي واحد الرائحه اللي كتكون زوينه بزاف. شكرا لك فاطمه بن الحاج على هذا الاقتراح. ومنها اقتراح اخر كذلك، كتقول لي اختي عفاف السر بالنسبه للاسطح اللي كتكون ديال الزاج، يعني سواء عندنا طبله ديال الزاج الى عندنا كذلك الشراجم. بالنسبه للبيبان كتقول السر في اللمعان من بعد ما كننظفوهم هو التوب ديال الجين، كناخذوا توب ديال الجين اللي كيكون رطب وكناخذوا الظهر ديالو، يعني الجهه اللي كتكون الظهر ديال الجين هي اللي كنمسحوا بها الغبره او اللي كنمسحوا بها داك الزاج من بعد ما كننظفوه في الاول بداك السائل داك الماء الازرق اللي هو معروف باش كننظفوا الزاج. فكنستعملوا واحد التوب ديال الجين اللي كيكون رطب وكنمسحوا بالجهه ديال الظهر ماشي ديال الوجه. فكتقول جربوها وغادي نشوفوا على ان واحد اللمعه غزاله كترجع لاي حاجه عندكم مصنوع
مجموعه من الزاج واستعملتوا ليها هذه الحيله. فاطمه بالحاج عطاتنا اقتراح ثالث كذلك، كتقول بالنسبه للزربيه ولا الموكيط نصيحتي بالنسبه للسيدات اللي كيستعملوا العصا سواء ديال الكراطه ولا عصا عاديه باش كيبقاو كيسوسوا الغبره، غادي نلاحظوا على انه مع المده داك النسيج كيولي هش، يعني داك النسيج كيقدر يتقطع ديال الزربيه ولا الموكيط مع داك العصا وديك القوه باش كنبقاو كنضربوا. هذا الشيء علاش كتنصحنا ما كاينلاش غادي نستعملوا هذه الطريقه، كناخذوا فقط واحد البونجا اللي كنفزقوها بشويه ديال الماء مع الخل الابيض وكندوزو المره الاولى، كنعاودو ندوزو المره الثانيه بلاسبيراتور او المكنسه الكهربائيه، وكنحطو ديك الزربيه ولا الموكيط في الشمس. فهذه الطريقه شنو كدير؟ اول حاجه كتساعد على انه الغبره بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه ما كتبقاش داك التطاير ديال الغبره وكيشموها وكيستنشقوها وكتاثر على الجهاز التنفسي ديالهم. ثاني حاجه داك الخل الابيض الوقت اللي كنكونوا دوزناه على الزربيه وكنحطوها كتشمش في الاشعه ديال الشمس ما كيبهاتش اللون ديالها، لانه الخل الابيض كيتبت اللون على الزربيه اولا الموكيط، خصوصا الا كانوا الوان اللي هما كتاثر فيهم الاشعه ديال الشمس، يعني ماشي الوان مفتوحه وانما مغلوقه. فشكرا لك فاطمه على كل هاد النصائح. منها كذلك رابع اقتراح قبل ما نمشيو للاقتراح ديال امراه فريان وكذلك سهام، فاطمه بالحاج عطاتنا اقتراح اخر، كتقول هذه وصفه طبيعيه اختي عفاف بالنسبه للناس اللي كيحيروا ما كيعرفوش باش غادي ينظفوا الخشب. اشنو غادي نحتاجوا؟ غادي نحتاجوا لكاس صغير من عصير الحامض مع كاس صغير ديال الزيت البلديه، كنديرهم كذلك في واحد القرعه اللي كتكون على شكل رشاش او بخاخ، كنبداو كنرشوا بهم داك الثوب، يعني ماشي كنرشوا الخشب وانما كنرشوا ديك البونجا او الشيفون اللي غادي نمسحوا به، وكندوزوا على الخشب المره الاولى، وما نساوش كنعاودوا ندوزوا المره الثانيه بثوب اخر اللي كيكون ناشف. اذا كنخلطوا كاس صغير من عصير الحامض مع كاس صغير من الزيت البلديه، كنديرهم في قرعه اللي كتكون على شكل رشاش ولا بخاخ، وكنبداو هذا الخليط اول حاجه كنفزقوا به داك الشيفون او لا البونجا باش غادي نمسحوا، ماشي كنرشوه مباشره على الخشب، كنمسحوا المره الاولى بهذا الخليط مع ديك البونجا او لا الشيفون، كنعاودوا ناخذوا شيفون اخر او لا ثوب اخر اللي كيكون ناشف وكندوزوا به باش ما كنخليوش الاثار ديال عصير الحامض والزيت البلديه، وكتقول راه واحد اللمعان هائل كيرجع للخشب بحال دوزتوا عليه الفيرني. فشكرا لك على كل هذه الاقتراحات فاطمه بالحاج. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند سهام، وكتقول اختي عفاف بزاف ديال الناس عندهم مشكل بديك العصاره ديال القهوه اللي كنستعملوها ماشي ديال الضوء انما ديال البوطه، كيلاحظوا على انه داك الراس ديالها الفوقاني يعني فين كتعصر القهوه مع المده كيولي اللون ديالها يعني شويه غادي الكحوليه، فالسيده ما كيكونش عندها الوقت في كل مره انها غادا تبقى تغسلها مزيان وتحكها بالجيكس او بشي حلفه اللي كتكون حرشه. ممكن تفادوا هذا الشيء كله بطريقه سهله اللي غتنظفها. اشنو غنديروا؟ كنجيو ديك البلاصه فين كنعمروا القهوه يعني اللي كيعرفوها كل الناس ديك الشبكه، يعني بالنسبه للعصاره ديال البوطه كنتكلم، فديك الشبكه اللي كنعمروها بالقهوه غادي نعمروها بواحد الملعقه كبيره من المسحوق ديال بيكربونات صوديوم، وكنعمروا ديك الجهه التحتانيه بالماء، كنسدوا ديك الكوكوط اولا العصاره ديال القهوه وكنحطوها فوق البوطه على عافيه مهيله بحال غادي نعصروا القهوه، كنخليوها حتى كنبداو كنشوفوا على انه كتغلى كتطلق البخار وداك الماء كيطلع للفوق، فداك الماء اللي هو مغلي مع المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم كيحيد ديك الكحوله اللي كتكون في العصاره ديال القهوه وكترجع بحال جديده وما فيها حتى شي حاجه. فكتقول سهام جربوا هذه الطريقه وغادي نتهناو العصاره ديال القهوه ديالكم غتولي كتشعل وما فيهاش الاثار ديال القهوه نهائيا، يعني بعد ما كديروا هذه الطريقه راه بطبيعه الحال كتحيدوا داك الخليط وكتدوزوا عليه غير بواحد الحلفه عاديه ديال الماعن مع السائل باش كنغسلوا الماعن ديالنا العادي. سهام عطاتنا اقتراح اخر كذلك بالنسبه للرائحه اللي كتكون في الصباط، وكتقول حنا ان شاء الله مقبلين على الفصل ديال الربيع وكذلك ارتفاع درجه الحراره من بعد في الصيف، بزاف ديال الناس غير كيبدا يسخن الجو شويه كيوليو الرجلين ديالهم كيعرقوا، التقشر كتولي فيهم الريحه وحتى الصباط، وخصوصا الا كان الانسان مثلا الدوام ديالو مستمر في الخدمه ما كاينش الامكانيه انه غادي يبدل الصباط ديالو في كل مره، فغادي يبقى بيه النهار كامل وكيعطي ديك الرائحه. فكتقول طريقه سهله، داك الصباط اللي غادي نلبسوا في اليوم الموالي كنديروا فيه واحد الحيله سهله، غادي ناخذوا واحد الثوب اللي كنقطعوه على شكل مربعات باش غنصيبوا منهم صريرات اولا كموسات، هذوك الصريرات كنعمروهم بالفاخر اللي كيكون مدقوق اولا مطحون مع شويه ديال الزعتر يابس، كناخذوهم قياس واحد يعني عبار واحد قد الفاخر قد داك الزعتر يابس، كنديروهم على شكل صريرات اولا كموسات وكنبيتوهم في الصباط وفي الصباح كنحيدوهم وكنلبسوه. هذه الطريقه كتقول انها كتحمي الصباط وما كتخلي حتى شي رائحه تقيسو ولا تكون فيه نهائيا ولو تلبسوا الصباط في الرجل ديالكم النهار كامل. شكرا لك سهام كذلك على هذه الاقتراحات كلها. غادي نمشيو هذه المره لاخر اقتراح اللي هو ديال ام رهف وريان، كتقول ان الاقتراح ديالي ساهل وبغيت كل المستمعات الكرام يكونوا يستافدوا منه بالنسبه للخلاط الكهربائي ذاك الكاس، بالخصوص الكاس ديال الخلاط الكهربائي، فالتنظيف ديالو كتقول طريقه سهله اذا كنا استعملنا فيه مثلا وطحنا فيه شي ماده اللي هي دهنيه بحال البيض ولا مثلا شي شيء اللي مخلطين فيها الزبده او الزيت، فالطريقه ديال التنظيف ديالو سهله، كتقول الوقت اللي كنساليو منه كنديروا فيه واحد الملعقه كبيره ديال الملحه، القشور ديال الحامضه
وكاس ديال الماء، وكندوروا داك الخلاط الكهربائي دوره واحده، يعني غير واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. فهاد الخليط كيحيد دوك الطبايع اللي كيكونوا ميدمين والمواد الدهنيه اللي كتبقى في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكذلك تخلي على انه داك السائل ديال المعلم اللي كنستعملوه دغيا كيرغوي، ماشي كيخصنا نغسلو المره الاولى ونعاودوه المره الثانيه عاد كيرغوي، وانما الرغوه كتكون من المره الاولى. اذا الوقت اللي كنكونوا استعملنا شي ماده دهنيه بحال مثلا الخليط ديال الزيت والزبده وخلطناه بداك الخلاط الكهربائي وحتى البيض، الطريقه ديال التنظيف ديالهم اللي كنساليو كنديروا فيه ملعقه كبيره ديال الملحه، قشور ديال حامضه، وكاس ديال الماء، وكندوروا الخلاط الكهربائي دوره واحده اولا تقريبا المده ما بين 3 حتى 5 ديال الدقائق على الاكثر، كنحيدوا هذا الخليط وديك الساعه كندوزوا عليه بالحلفه ديال المعان مع السائل ديال الاواني، والنتيجه كتكون هائله كتقول امرها فريان. فشكرا لكل المستمعات الكريمات اللي دائما كيتقاسموا معنا كل افكارهم واقتراحاتهم من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باب التواصل مفتوح مع كل الاوفياء، مرحبا بكل اسئلتكم. وكنذكركم على انه اليوم حاضره معنا مصممه الازياء دلال الريح، ارقامنا هي 05 22 46 72 51 او 52، وكذلك الرقم 50 80. في اول اس ام اس كتبوا فقط كلمه ما دخلوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 50 80. غادي نبقاو لحظه مع ثاني اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين، فخليكم على ما تغادوا لي تعال قريب منكم. لقاءنا مستمر مع كل اوفياء وبرنامجكم سيداتي سادتي اليوم بحضور مصممه الازياء دلال الريح، فمرحبا بتواصلكم معنا، مرحبا بكل اسئلتكم وبكل افكاركم واقتراحاتكم على شلة 05 22 46 72 50 51 او 52، الرقم 50 80. كتبوا فقط كلمه ماد خلوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 50 80. غادي نشوف اول مكالمه توصلوا مع توريا على الخط من مكناس. اهلا بك توريا. وعليكم السلام ورحمه الله. ديرين اختي لاباس عليكم؟ الحمد لله توريا. نهار كبير هذا اللي تقبط لي الخط من اول مره. اهلا وسهلا. كنقول ما غاديش هذا عليك. الحمد لله. مرحبا توريا. شاش انسان ما يتردد، شوف غير يتوكل على الله ويعرف. الحمد لله. مرحبا اختي. بغيت نتواصل مع الاخت سلام، نسقسها على شي تويبات عندي وباقا حيره ما عرفتش شنو غندير لهم. واخا واخا توريا. اولا عندي واحد تويبت لاصا ياك لاصا 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 ايه بالشيبي وفي السقلي ديال بغيت ندير شليلبات الحضور هكا ياك ما عرفتش باش غادي نخيطو. واخا ياك ونزيدك حد الاخرين بلاتي توريا. بالنسبه لذاك السقلي اللي عندك في التوب ديال لاصا، سقلي صفر ولا ابيض؟ لا صفر صفر صفر. ايه عندي التوب العمودي هذوك جبتهم معايا من العمره التوب وعندي العمودي تاهو باللوينات ما عرفتش كيفاش كيخيطوه. بلاتي هاد النوع ديال التوب شنو؟ واش هو حرير ولا؟ تيقولوا له العمودي تماني. لا الشكل ديالو الشكل ديالو شوف من دابا نتو الاسماء ديال الاثواب توريا. شويه بحال واقف شي شويه بحال طافطه وفيه الالوان بزاف. اييه داير بحال طافطه. اش من لون عندك؟ عندي فيه البلو فيه الغوز فوشيا وفيه لوينات اخرين بحال كغي بحال. هادو اللوينات داخلين معاه؟ داخلين مع السواق هكا. أيه. في السواق كثير. واخا. وعندي واحد شهارة هي بصطمات كبار ديال السقلي شهارة بالموف بارد بزاف. نجاوبو ان شاء الله على سؤال ديالك. غير توريا شحال في العمر ديالك؟ انا دابا عندي 50 عام وضعيفه ما غليطاش. واخا واخا لاله توريا نعطيوك ان شاء الله اقتراحات. شكرا لك توريا تواصلتي معنا من مكناس. اذا اول سؤال درس ولا توريا على توب ديال هي في العمر ديالها 50 عام. فتوب ديال لازا اللي عندها في الزرق وفيه الصقلي بالصفر، بغات تعرف الخياطه اللي غادي دير. التوب ديال لازا كيكون واقف وبدي كتكون سيده ممتلئه فهي كتفضل ديرو بالحزام. هي قالت انها نحيفه فممكن ديرو قفطان وديرو بالمضمه، كيبقى الاختيار بغات ديرو قفطان واقف مرحبا اولا ديرو بالمضمه فهو كيجي هما كيف ما كنقولوا. وبالنسبه للخدمه فتدير نقتنا فيه رشيشات ديال السقلي خطيطه ديال السقلي فتخدموا بشي سفيفه اولا فيرا تكون رقيقه ودخل فيها رشيشه ديال السقلي. واخا دخلوها في السفيفه. بالنسبه للتوب الثاني اللي عندها بغات ديرو جلابه، هي قالت توب كيشبه الطافطه. الطافطه لا اللي بغات ديرو جلابه هو اللازا باردون سمحي لنا اللازا اللي قالت لنا جلابه ديال الحضور. واخا لان مادام ديال الحضور فغادي تدخل فيها السقلي. بالنسبه للطافطه فكنظن قالت لها بغات ديرو قفطان. هي بغات الاقتراحات ديالك هي ما حددتش لان فيه الالوان كثيره، عندها فيه الازرق فيه غوز فيشيا وفيه الكري. فالا دارتو قفطان مثلا دير سفيفه دخل فيها جوج ديال اللوينات حتى لثلاثه يعني ابعد تقدير، ولكن انا نظري ان دخل جوج ديال اللوينات كافين كافين. واخا
بالنسبه للتوب ديال الجوهره، جوهره موف بارد، موف بارد بغات ديرها لبيسه دو بياس، فمك دير تحت منها لاسوا، لاسوا ديال التوب حرير، حرير قفطان ديال الحرير، تبقى تحترم داك اللون، داك لو موف، تحاول تمشي اللون في اللون. وتخدم هنا كتبغى تخدمها بالراندا، بغا تخدمها بالمعلم، مسألة اختياري لنا الراندا. شكون الراندا؟ لان الراندا كتجي رائعه جدا. كاينه دابا درجه بزاف على الموضه ديال دابا الراندا، وفيها رجعت مابقاش ديك الراندا العاديه، رجعت الراندا اللي مطروزه كما كنقولوا حنا بلي بغيت. مادام ما دارش الشط السقلي انا نظري تخدمها براندا ودخل فيها لي بغيت ديال السقلي. ايه واخا نمشيو هاد المره من بعد توريا، من الناس غادي نتواصلوا مع توريا ثانيه، ولكن هاد المره من ايرفود. اهلا بك توريا. السلام عليكم الاخت عافية. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا توريا. الحمد لله انا راه صديقه البرنامج غير شحال هذه ما تشدهاش الخط. اهلا بك توريا. الحمد لله الاقتراحات اللي خديت عندكم صدقات ليا مزيان. الحمد لله. مرحبا توريا، تحيه للناس ديال ايرفود. بارك الله فيك حبيبه. الله يخليك، بغيت نسول الاخت دلال. أيه؟ الوالده عندها واحد الجلابه في الكرونه. ايوه، باش كتنصحها باش تخيطها وهي بغاتها مثلا للمناسبات. اش من ثوب هذا توريا؟ مليفه؟ مليفه خفيفه. مليفه خفيفه. مليفه خفيفه. ايوه شكرا. العفو توريا. نعم. العفو. مازال عندك نعم. مازال عندك شي سؤال اخر؟ لا غير هذا، شكرا حبيبه. بارك الله قلت لنا قرونا 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 مش مغلوق. داكور انا نجاوبك. شكرا لك توريا، كنتي معنا من ايرفود. بارك الله فيك الاخت عفاف. غادي نمشيو هذه المره من بعد ايرفود، نمشيو لطنطان باش نتواصلوا مع ام امين كذلك معنا على الخط. اهلا بك ام امين. السلام عليكم. هلا اختي، كي دايره؟ بخير. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. كي دايره الاخت اللي معك دلال؟ اهلا وسهلا. الحمد لله بارك الله فيك. في عندي لك واحد التساؤل، بغيت نصايب شيق فيطين لواحد المناسبة وما عرفتش، يعني مازال ما خديت الثوب، مازال ما خديت حتى شي حاجة. وبالنسبة للثوب ديال التكشيطة اللي قلت لك، أنا اللي قلت لك ديال حرير الدودة. عمري 24 سنة. وعندي هذاك موز مغلوق غادي بحال الكرونة، وفيه هذوك الوريضات بالخضر بارد قصدي، والوريضات بالأورون بحال هكا ومذهب، ما عرفتش يعني شنو اللون اللي غنخيطو. ما عمرني درت تكشيطه، اول تكشيطه. اول تكشيطه محيت هو الحرير، كتبقى مساله ديال الاختيار. بغيتي انت ديريه الفوق وديريه التحتاني لون واحد وتخدميه، بغيتي ديري الفوقاني لون واحد وهو ديريه لتحت وداك اللوينات ديالو تخرجيهم في الثوب الفوقاني. هما زوج ديال الاختيارات. هما زوج ديال الاختيارات، ولكن الا حدات لنا نساعدوها اكثر. واخا انت شهوتك يكون هو اللي يكون من الفوق. هو اللي الفوق. وبالنسبه للخدمه شنو باش نخدمه تقريبا؟ هو الطرز هاد السنه موضه بزاف. الطرز ديال الرباطي، وتخدميه باللوينات، تخدمي داك الثوب اللي غادي يكون لون واحد اللي غادي يكون اوني، تخدميه باللوينات اللي عندك في حرير الدوده. نعم، اذا في اللوينات ديال الطرز. وقلتي لنا فيه شويه ديال السقلي ياك لالا؟ ودخلي فيه رشيشات ديال السقلي. واخا بالنسبه للقفطان اللي بغات ام امين، يعني هي ما قالتش المناسبه شنو بالضبط، ولكن قالت بغات شي قفطان، مازال ما خداتش الثوب، ما عرفاش حتى اللون، في العمر ديالها 24 عام. فشنو القفطان اللي غدير؟ يعني قفطان الحضور. قفطان الحضور فكاين ممكن دير ساتان دوشيس، ممكن دير البروكار. هنا كتبقى مادام بغاتو الحضور فتبغى تدخل فيه شويه ديال السقلي، ولكن كيف ما قلت لك حتى الحرير، الخدمه بالحرير غير الحرير بوحدو حتى هي موضه هاد السنه، ولكن مادام صغيره وهذا ربما بغات شي حاجه اللي هي ابيي، فما فيها باس تدخل فيه شويه ديال السقلي. واخا غادي نمشيو قبل ما ناخذ مكالمه اخرى. معنا اس ام اس هاد المره من عند رشا من اكادير، كتقول لك اختي دلال عفاك بغيت انا غير نعرف، عندي واحد التوب ديال الحرير خديته لون واحد فيغ او، فبغات تعرف اشنو اللون اللي غادا دير في الخياطه، وهي بغاتو قفطان يكون بلا حزام، توب ديال الحرير يكون حرير. قفطان بلا حزام. هو اولا اللون لون جميل جدا، فيغ او. نعم. فماشي شي لون اللي هو ضايع كيف ما كنقولوا، ولكن مادام هو ديال الحرير فطايح بزاف، من الاحسن انها دير له الحزام. اذا المهمه هذه دلال، المهم ديال الحرير كيخصو الحزام باش يعطينا لا فورم، يعطينا كما نقولوا حنايا يبان الشكل ديالهم اللي غادي تلبسوا، فمن الاحسن يكون فيه الحزام. نعم. وبالنسبه سالت الخياطه، بالنسبه للخياطه كيف ما قلت لك الطرز هاد السنه هو موضه بزاف ويبغاتو الحضور، دخل دير فيه الطرز، دير فيه لونو والالوان الفيغ او، كيتواتوا مع بزاف ديال الالوان بحال لو غوز، عندها اختيار كبير، هو لون جميل جدا. نعم. معنا اس ام اس من سميره كتقول لك دلال باش كتنصحي اكثر في التنبات ولا البيرلاج، واش بالحجر ولا بالعقيق في اللبسه؟
وقتاش نديروا الحجر وقتاش نديروا العقيقه دلال؟ حيت على حسب اللبسه، على حسب لي موتيف اللي فيها. أيه. على حسب شي مرات كتقدر تكون حجره مثلا وحده كتجي حجره الوسط وكندوروها مثلا بالعقيق الرقيق اولا بالموزونه. أيه. فكتعطي واحد المنظر جميل جدا. بس بالموزونه حتى هو يرجع للموضه، حتى هو يرجع للموضه. أيه. نقدروا ندخلوهم بجوج، كنقدروا ندخلوا الحجر والجوهر كيتواتى بشكل جميل جدا. نعم. لان انا في يدي واحد قلت عليه لبسه كنا غادي نقول عليه طابلو فيه الحجر وفيه الجوهر وبالطرز غزال بزاف وفي اللون الاخضر. من واخا غناخذ صور ان شاء الله منك دلال ونضعوها ان شاء الله في الصفحه ديال البرنامج، وهكذا غيسهل على المستمعات الكريمات لما يدخلوا يشوفوا نموذج وهكذا ياخذوا افكار. ما جاوبناش على السيده اللي تسالت جيلا باغرونا بغاتها هي توري من ارفود. اي قالت الام ديالها. الام ديالها فهنا قالت نجلبه ديال المليفه ممكن ديرها بالزواق، بغاتها شي حاجه اللي ديال الحضور ديرها بالزواق ديال المعلم اولا بنص تزيري. هي كتجي جميله جدا وتخدمها اللون في اللون. واخا نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع زينب على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك زينب. بارك الله فيك على العفاف. اهلا وسهلا. ما خليك بغيت نسول السيده. ايه مرحبا. عندي دابا بغيت نصوب شي لبسه في هذا الصيف ان شاء الله، وما عرفتش من اللون غندير، ما بغيتش ندير الكاب جورجات لان ديجا عندي. عندك بغيتي ماشي اللون، بغيتي تعرفي التوب اللي ديري. التوب اللي ندير. بغيتي توب اوني ولا بغيتي توب اللي هو يكون؟ والله ما عرفتش انا ديالي سمراء. ايه وشحال في العمر ديالك زينب؟ 24. واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك زينب، كنتي معنا من مدينه الدار البيضاء وحنا لقائنا مازال متواصل ومستمر مع كل اوفياء. ارقامنا مفتوحه هي 05 22 46 72 51 او 52، وما تنساوش كذلك الرقم 50 80. كتكتبوا فقط كلمه ماد، كتخليوا فرق صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80. اليوم ان شاء الله كل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالموضه كنجاوبوا عليها مع مصممه الازياء دلال الريح في الحلقه ديال اليوم. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده، فخليكم معنا. لما تغادوا الإذاعة القريبة منكم أنتم مازالين معنا في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي بحضور مصممة أزياء دلال الريح. فمرحبا بكل أسئلتكم على 05 22 46 72 50 51 أو 52، وما تنسوش الرقم 50 80. كتبوا فقط كلمة ماد، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80. غادي نمشيو في باقي التواصل مع المستمعين الكرام باش نتواصلوا مع رباب على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. أهلا بك رباب. اهلا، كي دايره؟ بخير الحمد لله رباب، تحيه ليك. بارك الله فيك. بغيت نهضر مع المصممه دلال. اييه مرحبا. مرحبا. بارك الله فيك. عندي بغيت ندير جلابه. اييه. انا البشره ديالي بيضاء وتقريبا عندي 53 كيلو والطول 1.58 متر. بغيت نعرف اين لون اللي يجي معايا. شحال في العمر ديالك رباب؟ عندي 26 عام. 26 عام. بغيتي جلابه للصيف؟ ما احنا مقبلين على فصل الصيف ان شاء الله. واخا واضح رباب، ان شاء الله نعطيوك مجموعه ديال الاقتراحات. شكرا لك رباب، كنتي معنا من مدينه الدار البيضاء. وفي مدينه الدار البيضاء كذلك كان سؤال ديال زينب دلال اللي قالت البشره ديالها سمراء، هي بغات شي لبسه، العمر ديالها 24 عام وبغات الاقتراحات ديالك، وكيف ما قالت على انها ما بغاتش كريب جورجيت لانه خدمات به من قبل وعندها، فبغات شي اقتراح جديد منك. إلا كانت ما بغاتش كريب جورجيت ربما ما بغاتش هادو لي زوني كاملين، الاسواب اللي هي لون واحد، فكاين عندها اختيار، كاين لا دونتيل، كاين الالوان، كاين لي بروكار دو سوا. بروكار هو حرير ما تخافش منه ما غاديش يجي واقف بزاف. كاين ساتان دوشيس بحق ساتان دوشيس اوني. كتبقى لها هنا هي الاختيار. كاين الاثواب الحريريه حتى هي كتجي غزاله، ولكن الا كانت ثوب مزوق تخدم كما قلت لك تخدم تحتاني. ودارجين بزاف هاد السنه الاثواب اللي فيها الدوغي والبرونز والارجونتي. هادو هاد السنه اذا غنشوفوهم ان شاء الله غادي يكونوا بزاف ان شاء الله في البيسات غيكونوا بزاف. فهي تبقى لها الاختيار وتحاول تخدم معها بالطرز مثلا، دير العقيق حتى هو حتى هو كما قلت لك مهم، لان دابا ملي كانت لبسه مثلا كتبان لك بحال شي شويه ناقصه شي حاجه لانه دارج بزاف هاد السنوات هادي. واخا بالنسبه لرباب البشره ديالها بيضاء، العمر ديالها 26 عام وبغات شي جلابه ان شاء الله اللي غادي تكون في فصل الصيف. قالتنا انها يمكن حتى هي الوزن ديالها نحيفه على حساب 53 كيلو على 1.58 متر. فهنا هي هنا ممكن تاخذ الاثواب اللي هي مزركشه فيها مثلا الورود او مزوقه، تاخذ ولا لي زاسبرو ولا اللي مخطين حاجه وحده الخطوط بالعرض بالطول، فهي كتنحف. هي تحاول تتفادى اذا خدات الخطوط فتاخذها بالعرض. بالعرض
واخا بالنسبه للالوان هي البشره ديالها بيضاء، شنو اللوينات اللي نعطيوها؟ الالوان هنا كتبقى الخسر الالوان كلها غادي تجي اشتريو في البدايه ديال الحلقه. عندنا الباستيل، عندنا الكولور الباستيل، عندنا قلت لك الخضر فهو موضه بالدرجات ديالو، الازرق حتى هو بالدرجات ديالو. هنا كتختار. نعم، نمشيو للاس ام اس. معنا دلال هذه المره من عند مستمعه كريمه اللي كتسولك كتقول لك عفاك بغيت نعرف يا دلال بالنسبه للجلابه ديال المليفه اشنو الخياطه اللي نقدر ندير ليها في الطرز، اشنو اللوينات ديال الطرز؟ كنظن انا عندي جلابه ديال المليفه اللون ديالها ازرق، بغات تعرف اللون ديال الطرز اللي غتدخل في الجلابه. فدائما نقول كندخلوا اللون ده يكون غامق، وبالنسبه للزرق كيتواتاو مع الوان بزاف بحال الاصفر الاحمر ربما لو موف، هي على حسب الشكل ديال الطرزه. ومن الاحسن انها تحط الثوب وتحط عليه اللوينات، وراه هو غادي ديك الساعه غيبان. حاجه وحده اللي اساسيه تدخل اللون ديال الارض واللون شي شويه يكون مرتفع عليه وتدخل معه اللوينات. فاطمه من فاس دلال كتسولك جلابه كحله مخيطه اللون في اللون اشنو دير في الفولار والساك والصباط؟ كحله ما دام كحله واللون في اللون فالفولار يكون امبريمي، يكون البيض مثلا والكحله والصباط والساك من الاحسن تخليهم في الكحل. اذا الفولار هو اللي غادي، الفولار هو اللي اهم عنصر في هذا الشيء. هذا كامل نعم خصو يكون في اللوينات فيها باش يفتحوا داك اللون الاسود. نعم، نمشيو هذه المره لاس ام اس اخر من عند مستمعه اللي هي خديجه كتقول لك دلال عندي واحد الثوب اللي هو مورد بالكحل والبيض، بغيت نديرو جلابه ديال الحضور وانا عندي الثوب وافي بزاف، داكشي علاش جربت على انه يكون دوبل يعني دو بيس، تاخذ داك الثوب وتقطعو. نعم غيكون دو بيس. فبغيت نسولك على الخياطه بالنسبه للتحتاني والفوقاني، جلابه للحضور. جلابه للحضور فانا نصيحتي ليها انها مادام هو كحل وبيض وبغات الحضور تبينها فتدخل معهم لون ثالث. انا كنشوفها مخدومه فيها داخل فيها الاحمر كيجي هائل جدا. اذا غيولي عندك كحل وبيض وفيها رشيشات بالاحمر، بالاحمر فيه مخدوم، اولا تدخل رشيشات وتحاول الا كان غيكون ان اكسسوار مثلا بوشات وصباط فديرهم في هذا اللون الثالث الاحمر غادي يجي هائل ان شاء الله. شكرا لك مصممة الازياء دلال الريح، دائما كتجاوبي على تساؤلات ديال المستمعات الكريمات. وغير نقول للمستمعين على انه دلال من المتتبعات ديال صفحه برنامج سيداتي ساداتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فشكرا لك دلال وما تبقيش الا احسنتي بالاقتراحات والافكار والنصائح ديالك. الله وشكرا السيدات اللي كيغنيو البرنامج بافكار، انا سجلت شحال من فكره لان تبارك الله عليهم، وهذه من ميزات ديال المراه المغربيه. الحمد لله رب العالمين نعمنا بهذه النعمه. شكرا لك مره اخرى دلال الريح، وان شاء الله نتلاقاو على خير فرصة أخرى إن شاء الله. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، ولكن ما تنسوش على أنه التواصل معكم كيكون مفتوح دائما من خلال صفحة البرنامج وكذلك من خلال مجلة المرأة المغربية بامتياز موقع لالا مولاتي بوايما اللي غتلقاو فيه كل ما يفيدكم. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين على المال إليس رفقتني في الإخراج وسميحة استقبال مكالماتكم شهية طيبة إلى